اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الأطعمة. معكم سهير من قناة نغمات الأطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني في تزيين التورتة. يا رب تكون ضيفة خفيفة عليكم ونكون عند حسن ظنكم، ونبدأ على بركة الله. عندي هنا الاسبونج بتاعي بعد ما برد خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هقلبه. شايفين منظره حلو ازاي؟ ما شاء الله، وعالي وهش اهو. هاجي اقسمه بقى. هجيب السكينة اول حاجة، قبل ما اقسمها هقشر كل اللي عليه كده. مش عايزة حاجة ناشفة عليه عشان لما اجي احط عليه الكريمة ما ياخدهاش ويقع. المنظر ده كده بالراحة خالص كده، وانت بت ايه بتقشريها، تقشريها كده راح خالص كده. هقشرها تاني وارجع لكم. من نجاح الكريم شانتيه هتجيبي حليب ميتاليك، كوب من الحليب الميتاليك، ونفس الكوب هنملاه ايه ميه برضو متلجة، ربع كيلو كريم شانتيه اهو. يستحب ان انت تجيبيه سايب، بيبقى احلى من اللي في العلب. ربع كيلو من الكريم شانتيه، هتحطي 60 جرام من السكر البودر او على حسب الرغبة. ممكن تقللي السكر شوية، وممكن ايه تحطي 60 جرام. 60 جرام بيبقى حلو، ايه بيبقى كويس قوي ومظبوط جدا في الكريمة. هضربها كده ضربتين، بسم الله. هفضل اضرب فيها كده لمدة ايه 10 دقايق، وهدخلها الايه التلاجة، وبعد كده ان شاء الله هقول لكم هنعمل ايه. هحط كوب تاني من الماء المتلج، نص كوب كده، لو عايزة تاني هزود عشان لقيتها تقيلة جدا. لكن بقى عملت ازاي؟ لما انا حطيت مادة في الاول وجربتها لمدة 10 دقايق، وجيت احط نص المج التاني، بص عملت معايا ازاي، لمت معايا بكل سهولة ازاي اهي. زود حبة بحبة كده عشان تعلى مني وتبقى حلوة في نفس الوقت. لما اجي ازين بيها تبقى معايا كويسة. شايفين بقى لما انا ضربت اول مرة 10 دقايق المج، وجيت ضربت المج التاني الحركة دي عشان ما تفكش مني. شايفين بقى ازاي قوامها عامل ازاي؟ بصوا قوامها عامل ازاي، تقيل جدا ازاي. انا ما حطيتش الحليب والمية مرة واحدة عشان ما تفكش مني. هحط لها باكو من الفانيليا، تديني برضو طعم حلو خالص في الايه الكريم شانتيه. قشرت كل الجناب كده والقاع بتاع الكيكه اهي. اجي اقسمها بقى، اجيب السكينه احطها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كده من عند القلب كده من تحت، احطها كده في نص ايه في نص الكيكايه، والف كده، الف السكينه كده اهو، الفها كده بكل سهولة. هتتقسم معايا اتنين، انا هعملها على اتنين عشان عندي الصينية ما كانتش عالية قوي. لو انت عايزة تعملي واحدة كمان بقى وتعلي الكيكاية انت براحتك خالص. الفها كده بالراحة، شايفين طرية قد ايه جميلة جدا. بس كده انا كده قسمتها على اتنين. اجي اشيلها بقى، اشيلها كده بالراحة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى القلب بتاعها عامل ازاي؟ جميلة جدا وهشة وطرية، وفي نفس الوقت حتى لو انت ما زقتهاش شربات هتبقى معاكي حلوة برضو. بس برضو ايه، انا هسقيها برضو
هتجيبي ايه الصينية اللي انت هتحطي فيها او الطبق وتحطي فيها الكيكاية. عندي انا حطيتها على الصينية اللي انا ايه هقدم فيها. جبت مية بسكر كده او عسل اللي عندك متواجد، بس المية بسكر بتكون احسن طبعا. هسقيها كده كويس خالص كده عشان ايه اللي يجي ياكلها تطلع معاه برده طريه كده وحلوه، تبقى جميله جدا. لازم تسقيها كويس كده المنظر ده كده، تسقيها كده كويس بس كده. هجيب بقى الكريمه احطها بقى كده نص الكريمه كده، احاول ان انا بقى ايه اوزعها كده عشان دي اللي هتديني الطعم. يعني لازم تحشيها كويس خالص عشان دي اللي هتديك الطعم، ايه لما تيجي تاكليها تلاقي ايه التورته كده طعمها حلو. اعملها كده اوزعها كويس خالص كده بصوا بقى افرديها كويس خالص كده مش اي مشكلة عندنا عشان اللي يجي ياكل يلاقي فيها كريمة. اهم حاجة الطبقة دي لو عايزة تحطي بقى مكسرات حطي انتي براحتك، يعني براحتك خالص مفيش اي مشكلة. خلاص كده هجيب بقى الطبقة التانية كده هشيلها بالراحه خالص وانا بحطها كده ما يهمكيش لو ايه لو شققت مني كده ما يهمكيش، كل دون الكريمه ايه هتغطيها. اتفقنا؟ عندي هنا ايه اسقي برضو الطبقه دي كده عشان لما اجي احط عليها الكريمه تمسك معايا بكل سهوله، بس ايه ما تخش الكريمه وتقع. تمام بس كده انا سقيتها كويس خالص. هجيب بقى بقيه الكريمه اللي عندي، سهله خالص اسهل تورتايه تعمليها. طبعا هتحطيها كده برضو مش دي التزويق بقى، بس ايه كريمه كده احاول بقى اقفل بقى كده بايه بسكينة عريضة عندي اقفل كده بالراحة خالص كده. شايفة في اتجاه واحد كده اهو عشان تديني ايه النعومة اللي انت بتشوفيها دي لما تيجي تشتري الكيكاية لما تيجي تشتري التورتة. سهلة خالص وسريعة وبسيطة، حاولي تخففي ايدك كده وانت بت ايه بتنزلي عليها الكريمه عشان تبقى معاكي مظبوطه وحلوه. تقفلي كده الجناب تاخدي من تحت كده على فوق كده اهو من تحت على فوق كده تقفلي كل الجناب، تحطي بقى شوكولاته تحطي بقى اللي انت عايزه تحطيه. التزويق ده بقى ايه ذوقك. انا طبعا مش ايه مش متمكنه قوي من تورته، يعني متخصصه مش متخصصه حلويات، انا متخصصه بس ايه حوادق، لكن التورته دي بعملها كده تفاريحي. لازم كل واحد ياخد حقه كده يقول طبعا ايه اللي هو متاكد فيه. بس كده هحاول بقى اعملها كده طبق الثلاجه افردها شويه عقبال ما سايحه الشوكولاته تكون ايه الكريمه مسكت معايا عشان لما اجي اقفلها تبقى معايا كويسه، لان يعني الجو حر طبعا لو حضراتكم شايفين كده اهو. احطها في الثلاجه بقى تستريح شويه وبعد كده اظبطها. اجيب هنا الشوكولاته عندي سيحتها
هعمل ايه بقى؟ انزل عليها كده بسيطة خالص وسهلة وسريعة. بصي هي كده، هي تنزل واحدة واحدة تبقى شكلها حلو، حاجات عشوائية كده. بسيطة خالص وسريعة وفي نفس الوقت يعني ايه، حاجة بسيطة وايه ترضي ولادك وفي نفس الوقت حلوة. حطيتها في التلاجة لمدة 10 دقايق كده وهكمل تزيينها بقى. اعمل وردات حلوة كده بالله، وردة كده مثلا. ننزل بقى عليها الايه، الكريز الحلو بتاعنا، تبقى حلوة خالص. اي شكل انت تحبيه بقى. اي وردة تعرفي تعمليها اعمليها. اجيب الكريز بتاعنا الحلو بقى كده، الكريز كده بتاعنا الحلو. في كريز بيبقى اخضر او احمر، بس هو الاحمر بيدي منظر حلو خالص. حطه كده كده تورتاية بقى جميلة واقل التكاليف. عملنا تورتاية حلوة هترضي ولادك في نفس الوقت، الحاجة كتير غالية برة، فاحنا ليه احنا نعمل كده على قد ميزانية ايدينا، يعني بثلاث بيضات وربع كيلو كريم شانتيه عملنا ايه احلى ايه تورتاية، ده احلى بسومة. انا بقولها على الهوا كل سنة وهي طيبة، عقبال يا رب كده 100 سنة عليها. بس كده، ايه رأيكم بقى في الجميل؟ شكلها حلو خالص جميلة. نعمل بقى شوية قلوبة كده، يعني القلب ده بقى كده، احط بقى كام قلب كده زي دول، هيبقوا شكلهم حلو خالص. عايزة اقرب لكم بس كده الكاميرا. عملت التورتاية معاكم من الالف للياء، شايفين جمالها حلو ازاي؟ ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. مستنيه تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.